وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يقول 100 مرة يقول سبحان الله بحمده 100 مرة، تكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. وروى أحمد وابن ماجة عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما تذكرون من جلال الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره يتعاطفن حول العرش لهن، هذا التسبيح والتكبير والتهليل الذي تذكره من لإجلال ربك سبحانه، يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. ألا يحب أحدكم أن يكون لا يزال له شيء عند الله يذكر به؟ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.